كيفت بندائها ضد الفساد والمفسدين، وسنسلط الضوء عليها من خلال التقليد التالي. نرجو لكم متابعة مريحة. هذا الخلق اللي يقول اليوم اعلني حطاه بالدشرة، قلبوا حطبوا وقاموا زادوا، هذا ما هو حق. أنا المنظمة الإفريقية أهلا لها، أنت تعرفوه بلي الأفارقة شافوا باتيجي الوالي أمل، أنت تعرفوه ولا شاف، وأنا حست عليهم ولا إن شاء الله ينصقوا ذيك المشاكل والدقات لا ينحلهم بهم، اللي يعرفوا عني إرادتي صلبة، أنت تعرفوا ما داخلكم من الشك في لي ما نتردد، الأمور نقبلها فرص لا خارج لها لا تخلق، والروايات القاضي ياخذكم تقصوا فيهم. عاقب ذاك إذا عاد حطها بالدشرة أنا حط بمقلبني، وذي الأدمية اللي دائما تطلب الرحيل، نبقى نقولها أعلن الرحيل إن شاء الله ولا يتم لا يخلق، لا يتم لا نرفد الناس متكبات قايسين بهم شرطة رحيل، وذا مهم. وقضية العيشة الكحلة هذا ما هو كذب، نحن كحلنا لكم العيشة لأن قدروها واعرة لقاش قد يسرطوا، ما هو مشي قد لقاش يدرسوا ياكلوه، أنتم تعرفوه. والبلد إن شاء الله إن شاء الله ولا يتم لا من عند القدام القدام، راكم ساعة تعرفوا أنكم طابين على الفلكة وأطواجين بالخرفان، اليوم عدتوا تاكلوا يا بوي الحمد لله، وهذا مهم بكم اللي عدتوا تدخلوا في الاقتصاد وهذا تريز امبورتون. بالنسبة للصحة أنا قلت لكم فيها قدر الخالق، لا يتم صوتي على الأطباء ولا نجبر على قاش فم يعاني من قدر الصحة، إن شاء الله ذاك طبيب والله ما يسألكم منيش يذني لها كردو يشوف ذاك، أنتم تعرفون الدولة ما قد تم تخلص الأطباء حقيقي، أنتم تعرفون المواطنين نقول لكم الله الحق. زيادة على ذاك لا نقول لكم علنا لقاش ما خلص الدرائب لا ينكردو وانت تي انت ننطحو لين يحمل، انت تعرفو الناس اللي كلتهم لا يخلصوا ضرائب لا يبنيهم وانت من لفتيهم لين يحمل، ما في كثر خير لا يخلصوا الضرائب رقم عن انفهم. في قضية الحكومة لا نقول لكم فيها ذو انا وكفت بها رواقيش يعدلوها، غير ان شاء الله ما لا يجي فيها بندي ذوك المجرمين اللي يسرقوا المال العام يثمنكم على ما لا يقبلهم، إذا عدتوا على وجه حملات ما يلوحني فيهم، لأني أنا ضد المفسدين وضد الفساد، ولا قد نعود نحارب الفساد ونقبل المفسدين نديرهم في الحكومة. البعض يقول عني لا نديرهم على أنهم متعدلين ويقسموا الفضل، لكن ما هو حق كذب، أنا ما قد نقبلكم فل نديركم في الحكومة، لا بد يعودوا فيكم بلاتوهات ولا فيكم ما حطلعتوا من مجلسنا قال لي عنه داس ذاك لا يورطوا ما ولا يرد. الحكومة إن شاء الله لا هي تنقل لا هي تعود حكومة مهمة، عقبك قاع أنتوا إيش خالعكم؟ أنتوا تعرفوا عن شغلتكم معدلة والبلد ماشي والحال ماشي والحكومة قاع يا خوسي ما يكبر من قدها مدة ما زقلت ما الحكومة ما خسر عيش ياتكم تعود تعرفوا الفساد هم تعيطوا به هم لا يزيدوا على الدولة كفالتها ولا ينقصوهم، إحنا قاع لا ينقصوا خلاصهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لم يبقى لنا أيها السادة المشاهدون إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شخصيات أساسية، أستودعكم الله.